مشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمد عبده ورئيس البوابه دار المعارف الاخباريه في محافظه بني سويف. النهارده مع جهاز مدينه بني سويف الجديده. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. النهارده احنا في محطه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه بني الشرب، كلمنا اكتر عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنا في محطه تنقيه مياه الشرب بمدينه بني سويف الجديده. المحطه دي معموله لتلبيه احتياجات المواطنين ومشيد مع توجيهات القيادة السياسية في توفير الخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. المحطة دي الطاقة الإنتاجية بتاعتها القصوى 104 ألف متر مكعب يوم، بننتج حوالي 45 ألف ل 50 ألف متر مكعب يوم. المحطة دي واخدة ثلاث شهادات ايزو في أغسطس الماضي، شهادة نظام الصحة والسلامة المهنية 45001، شهادة الجودة 9001، شهادة نظام إدارة البيئة 14001. المحطة دي من المحطات اللي شغالة فيها أحدث نظم المعامل القياسية لإنتاج مياه نظيفة، وإحنا هنا ماشيين مع تلبية نظام توفير احتياجات المدينة من الخدمات الرئيسية. تخدم مدينة بني سويف وبعض القرى المحيطة بها، كل مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى عندي منطقة امتداد 20000 فدان، كانت المدينة 5000، زادت ل 25000 فدان، وأصبح عندنا دلوقتي المدينة المساحة الإجمالية 25000 فدان، بما فيها مناطق صناعية ومناطق تجارية ومناطق صناعية وخلافها. مهندس علاء عبد الحميد، مدير التشغيل والصيانه بجهاز مدينه بني سويف الجديده. النهارده في محطه المياه الرئيسيه بالمدينه، قدره المحطه التصميميه 104 الف متر مكعب يومي. احنا حاليا بوسط الانتاج وحسب احتياجاتنا بنخرج 48 الف متر مكعب يومي. المحطه بتخدم جميع انشطه بالمدينه الصناعيه والسكنيه، وعندنا في المدينه ثلاث مناطق صناعيه، صناعه متوسطه وصناعه خفيفه ومنطقه ورش الشباب. والمحطة بتخدم بعض القرى المجاورة للمدينة، بالإضافة بقى إن إحنا هنا عندنا شركة تشغيل وصيانة، هي الشركة القائمة على أعمال التشغيل وأعمال الصيانة الوقائية أو الدورية للمهمات والمعدات الموجودة بالمحطة. إحنا عملنا عملية إحلال وتجديد من سنتين لبعض مكونات المحطة، وحاليا في إجراءات طرح احلال وتجديد لجميع مكونات المحطه عشان نوصل للقدره اللي احنا محتاجينها يوميا. دكتوره هناء، مسؤوليه الجوده بمعمل محطات جهاز مدينه بني سويف الجديده، بيتم دور المعمل بيتم متابعه عمليه معالجه المياه وتحديد جرعات الشبه والكلور، بالاضافه الى متابعه المراحل المعالجه في تطبيق الجرعات، هل هو تم كما يجب ان يكون ولا لا. بيتم المحطة بيخش لها الأول المية من المأخذ، بيتم إضافة الكلور المبدئي والشابة، بيتم التقليب السريع، وبعدين بنعمل تقليب بطيء، وبعدين بندي فرصة للحاجات اللي احنا عايزين نرسبها ان هي تخش في مرحلة الترسيب وتترسب، بعد كده بتخش على المرشحات، بيكون تمت الإزالة بنسبة من 90% ل 95%، وبعد كده بيبقى إضافة الكلور النهائي، وبنطمن على وصول المية للشبكات وجودة المية من التحليل اللي بيتم في المعمل. على بنعمل كواليتي للاجهزه في معهد القياس والمعايره، بنعمل كواليتي للكيميائيين اللي شغالين، برضو تجارب كواليتي على الكيميكالز اللي موجوده، وبيتم التاكد من الميه اللي طالعه للشبكات للمستهلك ان هي هل هي بالكفاءه او بالجوده المطلوبه ولا لا.